السلام عليكم أعزائي الطلبة، السلام عليكم أعزائي المشاهدين. نلتقيكم في سلسلة جديدة من دروس تعلم الإنجليزية عن طريق القصص الفكاهية. عندنا هنا ويسكي فور ذا أولد مان، قصة جديدة. ويسكي فور ذا أولد مان، شراب الويسكي للرجل العجوز. راح نشوف هسه أعزائي هاي القصة. يقول هاري did not stop his car at some traffic lights when they were red. يقول هاري، طبعا هذا هاري، هذا اللي قاعد برا السيارة، هاري هذا. اوكي، هاري did not stop his car at some traffic lights. ما توقف بسيارته من وصل لتقاطع الترافيك لايت، مال تقاطع المرور الإشارة. when they were red، لما كانت حمراء، يعني من صارت حمراء هو ما توقف. and he hit another car، وهو اصطدم بسيارة أخرى اللي هي هذه. Harry jumped out and went to it. هاري طبعا قفز، طلع من السيارة وذهب إليها. there was an old man in the car، كان هنالك رجل عجوز في السيارة. He was frightened and said to Harry، هو كان خائفا وقال لهاري، What are you doing؟ ماذا تفعل؟ You nearly killed me، أنت تقريبا قتلتني، أنا وأنت على وشك كان قتلتني. Yes، Harry answered، I am very sorry، إنني آسف جدا. He took a bottle out of his car and said، هو أخرج بطل، قنينة، بطل هذا، أوكي؟ من سيارته. and send drink some of this، اشرب قليلا من هذا. then you will feel better، ثم انك ستشعر انك على ما يرام. he gave the man some whiskey، هو اعطى الرجل بعض الويسكي. and the man drank it، والرجل شربه. but then he shouted again، لكنه صرخ مرة أخرى، صاح الرجل العجوز، You nearly killed me، أنت تقريبا كنت على وشك أن تقتلني. Harry gave him the bottle again، أعطاه البطل مرة أخرى. And the old man drank a lot of the whiskey، ثم أن الرجل العجوز شرب المزيد من الويسكي. Then he smiled and said to Harry، ثم ابتسم وقال لهاري، Thank you، I feel much better now، شكرا لك، انني اشعر انني على ما يرام الان، افضل. But why you aren't drinking، ولكن لماذا انت لا تشرب؟ Oh well، Harris answered، حسنا قال هاري، I don't want any whiskey now، انا لا اريد اي ويسكي الان. I'm going to sit here، انا سوف اجلس هنا. and wait for the police، وسوف انتظر الشرطة. يعني هو كان يراد يهديه، يعني شرب ويسكي حتى يهديه، حتى من تجي الشرطة شوية تخفف خلينا نقول التأثير اللي صار، لأن هو ضرب سيارته. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.